خلطة تانية دي، وانا بربي ولادي مش وانا بربي بناتي بغلط غلطة كبيرة جدا انا كأم وأب على فكرة، وبشوفها كتير قوي على مدار السنين اللي فاتت، بشوف الأم طب بتغلط. استني قبل ما تقولي، طيب لان عايزه اسالك عن دي. كنا برضو فاكرين انه في الميراث القديم انه التمييز بين الولد والبنت وبيميزوا الولد وبيفضلوه. لا ده اختفى في ثقافات يعني افضل شويه، بس طلع مكانه حاجات تمييز من نوع تاني اللي هو ايه بقى؟ يعني ما بقتش قضيتنا زي ما انت بتقولي للتوضيح ارجع متاخر ولا ارجع بدري، القضيه بتحصل وانا بتربى، وكأن بيبقى في كده ستيريوتايبنج، صور نمطيه بتحط عليك، كأن بيتشال مني حاجات بديهيه ما ينفعش اعملها وبيتحط له حاجات بديهيه ينفع يعملها. واحده من الحاجات الحق في ان انا اكسر حدودك واتعلم ان دي رجوله، والحق انه، وطبعا اللي هي المثل الساذج بتاعه اللي هو ابتدى يختفي بتاعت عاكس طنط يا حبيبي. ده كان في مثل كده؟ يعني لا مش مثل، هو انا بقول المثال ده بطل بقى يقل، بس هو ده كان بيحصل سنين سنين سنين، انه الاب اللذيذ في المكان اللطيف بيقول طنط حلوه، اقول لها طنط حلوه يا حبيبي، فعاكس طنط يا حبيبي، يعني انا بشجع على ضايقها، حاجه زي تحرش كده. بقى، يعني بيعلمه وبابا، التحرش. بابا اللي هو اللي بيحط بقى الاساسيات، هو ماما الاخلاقيه موافق. فاحنا عندنا حاجات كتير قوي بتقول البنت ينفع تعمل ايه وما ينفعش تعمل ايه، والولد نفس الحاجه. كأننا بنقول الولد من حقه يكسر حدود البنت. كأن بقول ان البنت لو اتكسرت حدودها، الاول سؤال هسأله الاول، طب هي عملت ايه غلط؟ لو الولد اتكسر حدوده ما بسألش السؤال ده، لو تاخدي بالك. وعايزه اقول لك على حاجه، احنا الاطفال اللي بيتم التحرش بيهم جنسيا احنا بنشوف ولاد اكتر ما بنشوف بنات، ومتهيألي واحده من الحاجات اللي بتخلي الولاد ما تتكلمش انه الحته دي بتخبط في رجولته، فبيبقى حاسس لو اتكلمت هبقى انا في حاجه كبيره فيها اتكسرت. خزي ليا واتكسرت. فالغلطه التانيه بعد العلاقه اللي ما ببنيهاش بشكل سليم مع ولادي، ان انا ابقى متواجد وابقى متاحه وحاضره وافيلبل كده موجوده، وانت فاهمه مش قصدي التواجد الجسدي، ممكن ابقى بروح واجي بس عارفين ان هنا هم موجودين، هو ان انا بربي بناتي على ايه وبربي ولادي على ايه. يعني الحته بتاعت بربي ابني اكسر حدود البنات، حقك حق اتحكم في قول رايك في لبسها، و و و بقول البنت اسكتي وما تتكلميش، وبنت مؤدبه تقعد ساكته. انا